الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان له خطاب حفظه الله، وبين أن سياسة دولة الإمارات داعية للسلام والوئام في المنطقة وفي العالم. ومن هذا المنطلق فإن دولة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات التي تعمل فيها، بل وحتى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، يؤمنون بالسلام والوئام ويدركون أهمية هذا الأمر. واليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في أبوظبي يقام هذا المنتدى الذي يجمع الناس من شتى الأديان ومن شتى الدول، اجتمعوا على نقاش فكرة السلام والوئام، وكيف أن يفضي هذا الحوار وهذا النقاش إلى القضاء على هذه الصراعات والخلافات التي توجد في العالم وتسبب الكثير من الأضرار البشرية والمادية في العالم. ولا سبيل لحل هذه الخلافات إلا بالحوار والنقاش، وهذه المؤتمرات فرصة ثمينة إلى أصحاب الأفكار والديانات وزعماء هذه المؤتمرات. مهمة جدا لزعماء الديانات والذين لهم صوت مسموع في العالم للجلوس والحوار والتناقش فيما يضمن السلام والوئام، وتتحقق بإذن الله هذه الرؤية الثاقبة ويعم السلام في العالم بإذن الله.